مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه The Seed. الفيلم بيبدأ بثلاث بنات صحاب بيروحوا فيلا شكلها راقي جدا وبتبقى بتاعت والد واحدة منهم اسمها هيزر، وبيكونوا البنات رايحين المكان ده عشان يستمتعوا برؤية المذنب اللي هيمر قدامهم في السماء بالليل. وبتقول ديدرا لصاحبتها ان المكان عجبها جدا، وعلى طول بتبدأ تصور المكان لانها مهتمة جدا بالسوشيال ميديا، وكمان بتطلع لايف عشان تتكلم مع المتابعين بتوعها وتشاركهم اخبارها. بيقعدوا البنات مع بعض على البسين وبيتكلموا وبيشربوا وبيستعدوا للحدث العظيم اللي هيحصل بالليل. بتبدأ الدنيا تليل وبيكونوا جاهزين عشان يشوفوا المذنب، وبيكون منظر جميل جدا بتعجب بيه شارلوت وهيزر. لكن طبعا صاحبتهم ديدرا بتكون مشغولة بتليفونها والسوشيال ميديا، وبتقعد تشتكي انه مفيش شبكة وانها مش عارفة تطلع لايف. بعد كده بيقفوا التلاتة وبيتفرجوا سوا على المذنب والمنظر الجميل اللي بيشكله في السماء، وبعد ما بيختفي بيبدأوا يحتفلوا ويشربوا. وفجأة وهما بيتكلموا بيلاقوا حاجة غريبة بتقع في حمام السباحة وبتسرب مادة غريبة لونها اسود، ولما بيطلعوا الحاجة الغريبة دي بيكون ليها ريحة وحشة جدا. بيحاولوا يتعرفوا على الشيء ده لكن مش بيعرفوا، وفجأة بتاخد شارلوت بالها انه كائن بتشوف وشه كمان، وبيبدأوا يخمنوا ممكن يكون ايه. بتفتح شارلوت كتاب عن الحيوانات يمكن يساعدها في انها تعرف نوع الكائن الغريب ده، وبتقول لهم انه ممكن يكون دب، بس بتتريق عليها صاحبتها وبتفكرها انه وقع لهم من السماء ومفيش دب بيطير. وبتكمل شارلوت بحث لكنها مش بتوصل لحاجة. بتمسك هيزر تليفونها وبتلاقيه بيفصل وبيهنج بشكل غريب، فبتسيبه وبتروح تنام بسبب خوفها من الكائن الغريب ده. وبتروح معاها صاحبتها ديدرا عشان تحاول تطمنها شوية. تاني يوم بيصحوا البنات وبيفطروا سوا، وبيكتشفوا ان تليفوناتهم كلها متعطلة، وبيخمنوا ان اللي بيحصل ده ليه علاقة بالحدث اللي حصل امبارح. وبتقول لهم شارلوت ان ممكن المذنب يكون اثر على الشبكة، وبتكون ديدرا كل همها هو صفحتها وانها مش قادرة تنزل صور جديدة بسبب الشبكة. وبعدين بيفتكروا الكائن الغريب وبيروحوا عشان يشوفوه، بيتفاجئوا انه مش موجود وبيشوفوا اثار حركته وبيتتبعوها لحد ما بيلاقوه في الجنينة. وهنا بيظهر بريت وبيقول لهم انه شغال في الجنينة دي، فبيطلبوا منه ياخد الكائن ده لمكان بعيد عشان يخلصهم منه. بيرفض في الاول فبيقولوا له انهم هيدوا له مبلغ كبير. وبيروح بريت عشان يشيل الكائن ده وبيكون تقيل جدا رغم ان حجمه صغير وبيقدر ينقله بالعافية. ولما بيقرب بريت منه مرة تانية بيصرخ الكائن بشكل مخيف، فبيتخض بريت وبيطلع يجري. وفي الوقت ده بيكونوا البنات قاعدين سوا مستنين بريت يخلص، وبيستغربوا لما بيشوفوا بيجري. وفجأة بيسمعوا صوت الكائن وبيروح عشان يشوفوه، وبيكون شكله متغير تماما. بيفكروا البنات هيتصرفوا ازاي في الكائن ده، فبتقترح ديدرا انهم يموتوه، وبتقول لهم انه كده كده تعبان وشكله بيموت. بس شارلوت بترفض وبتقول لها ان ده مجرد حيوان بريء ما ينفعش يقتلوه. وبينتهي النقاش بانهم هياخدوه لمكان بعيد عن الفيلا ويسيبوه هناك. ولما بيبداوا يسحبوه بيلاقوا انه تقيل جدا وما بيقدروش فبيسيبوه. بيرجعوا الفيلا وبيرتاحوا شويه، وبيقرروا انهم يحتفلوا عشان يعوضوا الوقت اللي ضيعوه، وبيروحوا يتصوروا ويرقصوا ويعيشوا حياتهم. بتخلص حفلتهم وبيناموا، وبتصحى شارلوت على صوت الكائن وبتطلع تشوفه. بيصعب عليها جدا فبتقرر تاخده البيت عشان تعتني بيه. ولما بتشيله بتلاقي وزنه بقى اخف بكتير، بتبدا تاكله وتشربه كانه ابنها. تاني يوم بتصحى ديدرا وبتسمع صوت غريب، ولما بتبص بتلاقي الكائن ده نايم معاهم في الفيلا. فبتروح تصحي صحابها وبتسالهم عن اللي حصل، وبتقول لها شارلوت انه صعب عليها فدخلته البيت. بتتعصب هيزر جدا وبتطلب منها تخرجه بره الفيلا. وبتقرب شارلوت من الكائن عشان تخرجه، فجأة بيطلع صوت غريب وعالي جدا مش بتقدر تطلعه بره، فبيلوموها صحابها على انها دخلته البيت من الاساس وبيتضايقوا منها قوي. وهنا شارلوت بتقول انها هتتصرف وانها هتروح هي وهيزر بعربية والدها ويدوروا على حد مختص يقدر يساعدهم بخصوص الكائن ده. وفعلا هيزر بتبقى عارفة مكان واحدة اسمها برينل وبتقول لهم انها تقدر تساعدهم. وبالفعل بيخرجوا وبيسيبوا ديدرا نايمة لوحدها في البيت مع الكائن. بتصحى ديدرا على صوت الكائن المزعج وبتقرر تتخلص منه، بتحط له سم على اساس انه لبن عشان تشربه له. ولما بتقرب منه بيبص لها بشكل مخيف جدا، وبتفهم انه واعي باللي بيحصل حواليه، فبتوقع الكوباية من ايديها من كتر الخوف. في نفس الوقت بتكون شارلوت وصلت هي وصاحبتها لبيت برينل وبيلاقوها مش موجودة. ولما بيلاقوا الباب مفتوح بيدخلوا، بيلاحظوا ان الست دي مهتمة جدا بعلم الفلك والنيازك، وانها مهتمة كمان باليوم اللي وقع في المذنب. بيرجعوا البنات لصاحبتهم ديدرا وبتكون متغيرة شوية ومش مهتمة بكلامهم وبتتصرف بشكل غريب. وبعد شوية بيقعدوا ياكلوا مع بعض، وبيلاحظوا ان ديدرا صاحبتهم بتاكل كأنها ما كلتش من سنين وبتتصرف بشكل مش طبيعي. بتخلص ديدرا الاكل وبتخرج عشان تتمرن، وبتفضل تتمرن لحد بالليل وبيبقى عندها طاقة رهيبة. اما اصحابها مستغربين من اسلوبها. بيناموا البنات وبتصحى هيزر على صوت غريب،
ولما بتخرج ورا الصوت ده بتشوف ديدرا وهي نايمة مع الكائن في منظر غريب ومقرف جدا، ولما بتحاول تصرخ بيتحكم الكائن في عقلها ومش بتقدر تصرخ ولا تتحرك، وبيعمل فيها زي ما عمل مع ديدرا بالظبط. بتصحى شارلوت تاني يوم ما بتلاقيش الكائن في مكانه، بتطلع وبتلاقي اصحابها قاعدين عند حمام السباحة، ولما بتسألهم عنه بيقولوا لها انهم حطوه في الأوضة لانه عاوز يرتاح، وهو دلوقتي مرتاح اكتر بنوم على السرير. بتستغرب من كلامهم وبتسألهم هيمشوا من المكان ده امتى، وبيقولوا لها ان التليفونات لسه بايظة ومش عارفين يكلموا حد يجي ياخدهم. فبتقول لهم ان عربية والد هيزر موجودة، بس بيقولوا لها انها مش مناسبة للسفر وهتعطل، فبتسيبهم شارلوت وبتمشي. بتاخد شارلوت العربية وبتقرر ترجع تاني لبرينل، ممكن تلاقي هناك حد يساعدها، وهناك بتلاقي عربية بس المفاتيح مش جواها، وبتدخل تدور عليها جوه البيت مش بتلاقي المفاتيح ولا بتلاقي حد جوه. بتقلب في الكتب والحاجات اللي بتكتبها برينل، وبتتفاجئ بصورة الكائن الغريب ده وسط الورق، وهنا بتتخض وبتعرف ان في حاجة غريبة بتحصل، وبتاخد بالها من فتحة في الباب، ولما بتروح بتلاقي جثة برينل وهي منتحرة، فبتتخض وبتهرب وهي مرعوبة. في نفس الوقت بيكونوا ديدرا وهيزر في الفيلا وبيتصرفوا بشكل غريب جدا، ولما بترجع لهم شارلوت بتقول لهم على اللي شافته بس مش بيهتموا بكلامها. بتحاول تقنعهم يسيبوا المكان ويمشوا لكن برضو مش بيهتموا، فبتحس شارلوت ان في حاجة غلط بتحصل، وبترجع للأوضة اللي فيها الكائن فجأة بتحس بشعور غريب. بيبدأ الكائن يتحكم في عقلها زي ما حصل مع صحابها، وبتبدأ تشوف في عقلها اللي بيحصل واللي بيعمله الكائن ده، بس بتفوق شارلوت على اخر لحظة وبتخرج. بترجع لاصحابها وهي مرعوبة وبتسألهم عن اللي حصل، وبيكونوا مش في وعيهم نهائي وبيقولوا كلام غريب، وهنا بيبدأ يحصل حاجات مش مفهومة ومرعبة لديدرا وهيزر. بطنهم بتتنفخ بشكل مخيف وبتطلع مادة سودة من عينيهم وبقهم، وبيبان عليهم انهم بيتحولوا. بتحاول شارلوت تساعدهم لكن بيكون الاوان فات خلاص، فبترجع للكائن ده عشان تحاول تتخلص منه، ولما بتحاول تقتله بيتحكم في صحباتها الاتنين وبيجوا عشان يحموا منها، وكمان بيأذوها فبتفقد وعيها. ولما بتفوق بتلاقي الكائن في مكانه وبتسأله عن سبب اللي بيعمله ده كله، فبيتحكم في عقلها عشان يوريها انه بيخطط يغزو العالم، وان صحباتها هيجيبوا له اطفال من نفس سلالته، وبكده هيقضي على البشرية ويسيطر على الكوكب. بس شارلوت ما بتسكتش، وبتقرر تحط حد لكل اللي بيحصل ده. بتجيب سلاح وبتضربه على راسه لحد ما تموته، وبتخرج وبتركب العربية وبتلاقي قدامها صديقتها هيزر، فبتزود سرعتها وبتخبطها بالعربية عشان تتخلص من خطة الكائن، وبتنزل بالسلاح اللي معاها عشان تنهي حياتها وحياة الكائنات اللي في بطنها. في نفس الوقت بتشوف صاحبتها ديدرا وبتروح وراها عشان تقتلها هي كمان، ولما بتقرب منها بتهجم عليها ديدرا وبتحاول شارلوت تدافع عن نفسها. فجأة بيظهر راجل من بعيد ومعاه بندقية ومش فاهم فيه ايه، ولما بيلاقي شارلوت بتضرب ديدرا بالسلاح بيفتكر ان هي الشريرة فبيضربها بالنار، وبيروح عشان ينقذ ديدرا، ولحسن الحظ بتكون الرصاصة جت في كتف شارلوت، فبتقوم بتروح وراهم وهي معاها السلاح، وبتتفاجئ بجثة الراجل ده فبتعرف ان ديدرا قتلته، وبتاخد البندقية من العربية عشان تنهي بيها حياة صاحبتها، وبتكون بدأت تتحول لكائن غريب. فبتقرر شارلوت تقتل صاحبتها عشان تخلص من الكابوس ده، وفعلا بتقتل صحابها وبتكون حاسة بالذنب لأن هي اللي دخلت الكائن ده للفيلا من الأول، وكمان بتزعل جدا على موت صحابها. وفجأة بتشوف كمية مذنبات كبيرة جدا بتتجه ناحية الأرض، فبتعرف إن دي مجرد البداية وإن البشرية على وشك إنها تنتهي. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.